بنت العام تمر بحر العلايقة. تغسل يديك؟ ايه ها لا ترش كعبر معايا كعبر السعيد نعم هذاك البن قريب ولا قريب قريب ما محسوب خلاص يا ماشي هكاك ها يا مخض بالشوي هاكاك هاكاك يا ما ترسمش بزاف تا بغيت دروسهم يطيحوا فيهم ولا يا هذاك ما عرفت انا هذوك تتعلم بصح الدهان تاعك مليح يريع الكيف ياه ايه وحسبتني ناكل انا الدهان الغامل ولا ايه خياني صح واحد الريحة فيه تا العروس تاعك واش راهي توجد خليتها توجد في السفنج صحيتو من كل دار تخرج حويجة من كل دار تخرج حويجة ايه هكذا نكبروا بعيسى كيما كبر بينا اضرو كي يكون قريب يلحق هو قريب ايه ذاك هو ايه ايوا عقب العصر يكون قرب يوصل ايه بصح ذا رجاز لو كان اشحال فرحني كي غنى في فرنسا والجناس الكل يسمعوا فيه يوم بكري فرح علاه حتى راح لفرنسا ولا ماشي كيف كيف يا الشاوي علاه كي راح لفرنسا تبدل دمه ولا زرق عينيه كنتي دايما كيف كيف ها ساعات ساعات كان تحرن ودير روحك ما تفهمش ياه ندبي على الشيوخة تما رايحين تداقوا ول اسكت اسكت المزية عندك صاحبك يا القبيلي اللي حاملك وش عليه تسبوا اي بالعقلة الشريفة تواش بيكم ما سبكش تما فهمتلوش برك يعطيكم الصحة غايدة ها فهميه فهميه انا نهضر على القيمة انت عيسى بالجنس البرانية كيفاه وهو راح يخلص مع ولاد بلاده ومواليه وين هو الفرق؟ وانت تعرف؟ الشريفة خلي التغنى نتاعك هذه نقص شوي يا السعيد عنده الحق تيا كي يكون عيسى هنا في بلاده وسطهلو ومواليه يا يفهمو له زي صح وكي يكون في برا عند فرنسا هذه ما يفهمولوش هكذاك وقدروه وكبروا به قال لك داروا في هذوك السحونه يظلوا يسمعوا له هذا زوزيف هذا بيرار هذا تمش بيك هايها صح على خطر عيسى عندهم القراجم والموخ ايه كش غلط يا خياني يا خياني ياني انا كي نسمعوا غني هذيك هزيت عيوني للظهره هزيت عيوني للظهره لا من قابلني طاحوا دمعاتي ومهبلني يا خجاني راهو عدو دموعي سركتو كرود كرود بصح بسلامتك حتى انت يا عيدة عندك القر القر جماع والله اكيد تغني غير تفرحيني يجيك الربح السعيد اللي كان انا نغني انت ما جايباش الخبر لروحك بصح انا من الناس اللي كي نسمعك تدندني قلبي يفسخ هو تحلالو كي تغني له هذيك الغنية تاع قولي لي تاع يا عيني نوحي يا ولا هذه من دون الاخرين يا يتفكروا في قصة حياته
اللي على جلاه جر من البلاد. يا ما تخشنش بزاف يا سيدي. والله نقص شوي هكذا. ايه يا نيانا السعيد اخويا يا ما نغنيش. انا كنت برك جهد ما ندندن لبني معمر كي كان صغير به نرقدو برك. ايه معمر ولدتي سبع. ربي يعيشك. الله يسلمك. هيدا اشو بصحة هالغنية انت يعني نوحي صرت الكاش واحدة. يقولوا صرات صح. هذا واحد بكري في صغره قالك شتا وحدة بغى يتزوج بيها هكذا وقفوا له العباد في الطريق ما دريت ماليه ما دريت ماليها. يا يقولك من بعد المغبون اتحرق قلبه عليها هج من البلاد وراح بدل البلاد. هيه اما لك يكبر ومشات به الايام كان قاعد عند الغرابه تاع الدار هكذا يسمش شاف امراه هكذا قبالته عقبه اه لابسه خل خالي نقمر في رجليها شاف معاه تفكر ناضي غني قالها يا عيني لوحي يا خلال رني اه الامي ما قلتي الصابرين ينالوا صبرت صبرت وليا مطوالو وهكذا مشيت الغناية هكا ايه هكا جاب عليها ايه هذا قصد شبه القصتين. يا علاه انت ثانية حرموك من وحدة اشتهى قلبك. ايه يا و مازال ما نسيتهاش للضركة. ايه ولا اني درك هاك كبير راك شبت اني غم وحل نساها حقروني في اللي اشتهى قلبي حرقوا قلبي عليها اعجبها يا ربي واش خصني واش خصني حتى ما بغاوش يزوجوها لي. ما يخصك والو صاحبي كي السبع الزين والعقل هما اللي كي الدواب ما يعرفوش قيمتك. ربي يا ربي يا ربي الناس واش مجرمين في بعضهم. وقفوا في طريقه ضيعوه وفرني على الشهامل. ايوا في وسطنا واش يخصه وكي خونا يعني هاو خونا تاع الصح ولا يني ما كاش كيما الواحد اللي يحن الدم والارض اللي مشى عليها تربى عليها صح. اسكتي اسكتي عيدة ما تفكريني. ابكي ابكي يا اخويا السعيد ابكي 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 وفاجي على قلبك البكا ومليح. انا هذي نحب نجي عندك باش نعيش بيا تاع الحزن والغبن وباش نفاجي قلبي. وعلى ما تاخذش الراي ونسهلوا انا وياك نروحوا نشوفوا مالك. ماشي ثورة ما زال الغش ما راحش من قلبي. طيش عليك وتبعني راك غلطني بالك مالك راهم مرضوا والله ماتوا وانت لا خبر. ابعدني خليني. خلاص خلاص عيدة جيبي له هذيك الغنية بيكمل يبكي بالجنون. يا عيني نوحي يا خلال رانيا خلال رانيا بعد العشرة خويا بالدنيا ويما قولتي صابرين نلوى صبرت صبرت ما وليا مطوالوا يا قلبي واصبر يا لمي ما طوليا. الله أكبر. الله يلعنك الشيطان. الله يا انتم راح واحنا قاعدين نغني ونوح وندب وبكي يا يعني نقول عيسى يكون خش الدوار نوضو 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 سبقين انتم روح روح
خلي كلش انا نكمل نكعبر. يا خلي يا السعيد خلي انا نقط هذيك الزبده خلي ندبر راسي. اشهد ان محمد رسول الله. هيا على الصلاه. هيا على الصلاه. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. يا سيدي واحد بلاد واحد بلاد عمري ما وخاصه شنو هذيك المونوبيات هذيك واش واسعه واش واسعه يا سيدي طرحها على روح والله يا سيدي الناس كلها شوفها يا وياه من عشوة طالت رجال وحشنا يا رب يا سيدي والله يعني ذريحته كيلة سيدي كيلة غاشي عندهم غاشي غاشي يا بابا يا سيدي ها يا راي راح نقول لك صار هيلولة لويزا نتا الحوان صحيتو 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 الحمد لله الحمد لله واش راك اهلا اهلا الكاسم اهلا 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 يا عيسى اسمعنا بكم درتوا حلال الله يبارك واش من حاله درنا حفله والله العظيم حضرتها جميع الناس وراح تبقى في التاريخ يذكروها ولاد ولادنا ان شاء الله حتى احنا ثاني راهم يهضروا عليها يعطيك الصحه يا عيسى الزيتنا ريصانا مع الرومه وغنينا في واحد الرحبه كبيره ما عندي ما نقول لك فيها نعم نعم هاي الفرسان قادرين يجروا فيها راي عيشك امر رجاله صح ها واش نقول لكم اخوتي عندنا واش نحكي لكم هاكم معرضين عندي تجيو تشربوا قهوه ان شاء الله شوف نجيو انا ما تجيوش حنا شكون تحبي تجي اوكي ان شاء الله الجمع وعمر ما يجيوش هاكم على فمو انا ما نجيوش حنا شكون تحبي تجي مرحبا بك الله يعينك يا راس سمعت مش هذا هذا يا نبي يا رحمه السعيد هيا روح حد هيا محمد يعني يا اخويا بردت بغنانك ومشيت الغله لا والله يا اخويا الجميع غير كرات من الاول درك نشوف الشايب بابا يرجع لك التصريف وبعدين الشبكات ارحم على والديك افرها مع بركان يرحم الله والديك بابا بابا هذيك المصيبه بركات مسيتيك درك انا نبقى نابح وحدي كي الكلب يودي كون جيت نهضر معاك ولقاو حل والله نبات نهضر معاك للصباح يا محمد راك سمعت صغاري كي راهي تنده هذا واقيلا عيسى جا على بالي على بالي دروك تروح طول تحطها في وذن الشايبه ونعرفك كما تعرفنيش خلاص والله ما تعرفني اني راه الدار مع عيسى وجا من فرنسا اي صح اي اي روح اجري محسوب جا النبي يا ربي العشيه كيفاش ندير مع بركان راهو مصيبه راهو مصيبه قهوة زيد شوية واش هو لك يا عيسى الحمد لله الله يا الله. الحمد لله على سلامتك هلا معاذ واش راك لاباس بخير اهلا معاذ واش راكم لاباس واش راكم جينا يا رب واش راك ابن
مرحبا تفضل. وحشناك بعيدة. الحمد لله. واش راكم؟ الحمد لله. يا عيسى عيسى هذه فرحة، هذه فرحة. الحمد لله اللي جيتوا بالسلامة. والله ابني عزيت لنا روسنا. واش نقول لك يا واش نقول لك؟ ايه ربي فيك ان شاء الله. ربح ابني يا جابتني الجرية ونسيت نجيب هذاك. وجدت قصعة تاع الرفيس العيسى، روح ابني جيبها. يا اخويا المفتاح ما حبش يتفك. هاك ابني هاك جيب لي قصعة تاع الرفيس. مالي يا مالي يكثر خيرك الله يعينك. بلاش مزية ابني بلاش مزية. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا 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 أنا مش الحمد لله. لاباس الحمد لله. الحمد لله على سلامك. الحمد لله على سلامك. اهلا وسهلا بك. انا بخير الحمد لله. الحمد لله. واش راك واش راكي لاباس هسه خير؟ ها محمد واش راك الصيد تاعك؟ واش راك لاباس؟ الحمد لله. واش راكم؟ الحمد لله. الحمد لله. لاباس هذه فرحه كبيره. صحتك صحتك. ايه صحتك. ذو الغرايف اتتراش الشوف. تفضلي. والله مشهدين على الكيف. يا سنا تراش نذوق نقول لك من هي دارتهم. والله يا عيسى غير قلوبنا فرحت بك. ربي يبارك فيك ان شاء الله. هذا ودي واد فاطمه. فاطمه تاع الصحه عرفتها. عيسى بني يا عيسى قول لي هذا البابور هذا اللي يهضروا عليه زي ماه هم بعيده. شفتي يا دوح؟ ها كي دوح هكذا يمنا ويسرى يسرى ويمنا. كيفاه ما دختش؟ لا ما دختش الخطر الجاي بربي ان شاء الله نديك معايا تركبي في البابور. الشومي يا الشومي يا وانا يا هكذا بلا ما نركب بابور راني بحري مقلب ونصل دايخه نتماوج. ابغى تديني الشيطان ابني. ندوها ونجلو. ردوها ندوها. هاك نصب لكم قهوه تشربوها. اي ولا اني انا ما شكيتش نقدر نشربها. يا تبان لي ثقيله. ذوق طراشي اللي ناقصه سكر. ذوق مليحه مايدا مليحه مليحه. قال لك محمد صحتك ابني. هاك بسم الله. نجي له قهوه. يعيشك مايدا. بصحتك. وكل شوي غرايف هذو ما همش مصبطين كيما اللي ديرهم المحروقات تاعك. برك ما تهضري عليها مايدا. على بالك دايرها في عينيك هذيك المحروقه. على بالنا على بالنا بك هكا عيسى قهوه. تكون توحش القهوة تاع الجمرة. توحشتها والله يا ام عيدة. ما كنت تخصي غير انت في الأولمبيا هذه. تر يا ولما نخلي انا يا مرتقوشة ونعنع لما نخليه. كلوا كلوا هاك يا بنتي كل. بسم الله. كل يا بنتي. واش اسرايا شميت راش بنتي القهوة؟ قولي لي يحمصوها بزافة. تعرف خشمها كي خشمنا النهايه. الله تشمي يا خياني يا خياني. والله غير فرحه كبيره فرحه كبيره. يعني الوحش توحشناك بصح كي نقول لك الفرحه كبيره كي نسى. شراه الشايب مقران او لا باس او لا باس الحمد لله. او فشوي لا باس عليه. قول ما انسى. نعم الناس كم راهم يهضروا عليك. او لازم يا وعندنا من غير عيسى هاكي فيها الرتمه بزاف. ربي يحفظكم ليا ان شاء الله. تعلمتيها انت ما تعطسيش. صحيتي بنتي. والله يا بعيدة كون جيتي معايا ليه في باري في هاك الاولمبيا هذيك وضربتي لها الزغريطه من تاعك الزغريطه الحره الكبيره هذيك. قولي كشيتي وحده زغرتها على راسك وما كان لها تمعني. هاي يحكموني نضر رجله صحيتي 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 معايدة. ايه جاتني الدوخة. انتوا ما قولوا لي شيلي وجنه يكفي ولا لا؟ هكا واش بيك؟ هتخبطتي خلاص ولا؟ ايه نسقسي بالك ما يكفيش. يا يخرس الحق دروك يسمع الغاشي ويهدف علينا هذيف. يا والله لا تكفي. يا ما بيهاش انت. ايه ملي جا عيسى وياك ترجفي ترجفي. قهوتي فيه لها غير القهوة تكفي. والسينيات وشتهم للرجال ونسانا. ايه حقا تسنيد الغريف وراح بديناه للنوالة. وكده هذا في خلقي ليش توحدة مخربطة كيف يا اخي انتي اللي مديتي هوري يا لالا. خربطني الغاشي اللي رايح وجاي على غفلة. خربطك الغاشي شوف شوف.
اي حكيها وحاجيها على اخرين. هاني على بالي بيك هذاك يا عيسى اللي خربطك. هي خربطني هي خربطني. مسكين راهو قالوا لي كان في حاله. نمرض شوي بصح دوك يكون ارتاح شوي كي حكمت انت الامور في يدك. ها لا باس هم قالوا لي لا باس. ها لا محمد بحلو وخذي وخذي يجي ضعف لا فاطمة. ما انا نقول لك ما عليك غير تقرسيه برفيس اللوز والحمرا وولا كيما كان. جيب سلي فاطمة فاطمة اختي نشوفو واش جابو في البلاصة. قدامك شوف هاد خلي حسنا انتي يا بالعقل واش بيك واش راح لك واش راح لك يا اخي فاطمة اختي وقالت لي حلك خليني نشوف. ما على حكيتي هما زريخة يا خال مرا انتي واش راح لك. لا ما عندناش صح يا خياني يا خياني بعيا حكي نفتحها معي صاحي تبني أمي عيسى أو دزني بابا الشيخ قال لكم أروح نسقاو عندي في الزاوية. الله يبارك. أنا كنت مديكم عندي العشية على يبعثوا الشيخ. هذا الشيخ الأخضر وما أدراك. معليش أخويا ونجنوا مرة أخرى إن شاء الله الليلة بعد الزاوية تكونوا عندي. ايش امي الليله بعدا ايه توش بك انجيل والراجل جاي مسافر بعيده عايزي تديها حتى انت معروضه بما يغيظكش الحال. ليهني يغيظني الحال منك تر. يعني كي نشتي نخش دارك نستنى حتى تعرضني. يا والله هذا واش يخصني واش بيك واش صرا شيخ الزاويه عرض عيسى عنده. هكذا نشتيك يا معايده. اما لما نطولوش عند الحاج الاخضر. لا 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 ما نطولوش والله غير الدنيا وما فيها كي عاد عرضنا بابا الشيخ على قهوه. الى هذه المره الاولى اللي البيبان تاع الزاويه يتحلوا الاحباب. يا عمي عيسى اليوم مزي بعضها اليوم راهي كاني حفله. عيسى حنا هنا رانا جبنا كيما موالفين وكيف نديرو. معليش اخويا اليوم باين نسايجو بزاف بصحتهم نسهلو. انا تسمحوا لي زوج دقائق. ايه علي حتى تطلب السماح. روح ابنك مسامح روح يا ركيزه توحشوها. يا اختي يا اختي يا اختي صاير فيها العجب المراه هذه اليوم ماينا يا اخي وجا قرب قرب يا غايب من فرنسا قرب قرب زهيت الناس بترنديكس منا والهيه على السلامه. لباسك مليحه. جد عليك الخير كثر خيركم عيشك. ها من تما واش حوالك؟ الحمد لله الحمد لله كي جيتنا بخير اخويا العزيز. والله توحشتكم. الله يسلمك يا ماما يا ماما اخويا يا ماما. هنيا ها نوضي نوجدوا القهوه. نوضوا 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 هاي قاعد انت ها هاد قاعد هيا ها نوضي المعزات الحرقاسات يا خفوا يدكم شويه على السكر والقهوه. الرجاله ما راحش يتقهواو هنا هم رايحين للزاويه. هني هنا هني رجعت لك انت شبعت عليا عيشتي في الخوف بزاف. خلاص هذه المره الاولى والاخرى اللي نقطع فيها البحور. ولو كان تقلب بك البابور. يتقلب بيا البابور او ما تقلبش البابور. ها شوفي الحمد لله هني قدامك رجعت لك هديتي. كيف احبني اهدى وانت خارج بلي ما تقعد معايا. من حقك هي بصحة الحاج الاخضر بابا الشيخ. على بالي عرضك ذلك قيمة يهمة بصح كون سنة غدوة ولا غير غدوة يعني قاطعين فيا ما نفرحش بيك. زيد بنيتك توحشوك. كلمت حق. انت الحق تستعرف بيه ديما سارقينك مني وعمرك ما تقول اها. بنت عمي يا اخي على بالك. على بالي على بالي الناس الكل سالفيك وانا نشوف. خلاص مهليني هذه المره روح لهذا العرض اللي واحد ما يقدر يرده.
هم الغدوة تلقاني هنا وقدامك ما نتحركش حتى تعودي تحاوزي فيا. تكرهي تملي مني. روح ربي ساهل يا المصيبة. حجرة ما تكسر وقتها. وشي؟ من بعد. بس كلامي وجهك؟ كلامك يا عسل لا من ضايقه. قلت له تاكل راسك يعطيك التيفيس يديك. هذاك اخوك التيفيس بزاف عليه وش بيك؟ التيفيس هذاك عيسى الجرمولي ماهوش خويا. الا كان العيسى زيد له دعوه من عندي فيها تحلوت. يا زمان انا يحكم عليا عيسى عره الرجاله. صح عره الرجاله ما في حتى حاجه تعجب. على بلاد ساعات يتغمضوا عينيا من الغش نحيلو جدو من الدنيا. عقل ما تعيطش هبط صوتك. لا انت مازلت خايف منه. خدم عقلك شويه تفهم. الخوف ماهوش من عيسى وحده. الخوف من دوارك واللي واقف معاه. شفت الجمعيه كيف حكموه فينا؟ ايه هذاك هو الشيء اللي غايضني. يحكموه فينا وزاد عمر راس جايب انا ينحيلي التصريف. بصح بيني وبينك الجمعي كيحكموه فينا هو خير من واحد اخر. واش من خير يجي على يد هذاك الرعي غنى عراس؟ ما طرش من رحمه ربي. الجمعي لو كان حكموا فينا الشيخ تاع ولاد القاسميه كون رانا رشينا في القبر. المزيه عيسى يدفع علينا البلا. مرضى بالموت رجل ولا يدفع عليا البلا الرعي هذاك تاع عيسى. لو كان جيت ما نعرفك شهر جمعي نقول صح. تضحك؟ انا رايح نهج رايح ندي روح وانت تضحك. يا ودمار لي هالدار فيك برك. العب العب. ما نلعبش يا عمار يا خويا راني مديت كلمه البركان. يجي خويا هذاك البز يكسرها لي وسبايبو عيسى هذاك الرعي. الا كان على المساله نتاع البركان راني فريتها لك من على يومين يهز سلعته ويروح. المزيه لقيتك. انصحك روح مع الشاب بويكي خير بالعقل. راك على بالك احرجلو في الدنيا ونزل في القبر. ولو كان تبقى هاك تسردك على اخوك موش بعيد يحرم كامل الورث. فهمت؟ والله ونعرف نقتل او نقول لك. شفت الصنعة الشينة اللي فيك؟ انا نقول لك سيسو غير بالعقل وانت تعيط تقتل. هاي واش لو كان حيك الورث واش رايح تدير؟ واش رايح تدير؟ لا سايبة ما عنديش ذراعي. قلنا خويا الصغير معليش بصح كي توصل باش ينحي لي الورث والله ونطمع نقرط له رقبته. هاني نقول لك باه تقرط له رقبته يلزم تعدي على عيسى الحاج الاخضر وبنزلمات واللي ما ذكرتهم شيخي على بالك الدوار كله معاه. درك ربي انا كيف ندير؟ ها نحمل الذل؟ جمعي اهدم وسيسبيك حتى ينسوا واش درنا. ايه باه ينساو. احيني اللي حيت ام هاني. اي رقاز اي رقاز متى ارواح. مات اخي كسر رزق لي رزق هاك انت. يا جمعي كول هتش هتش غرم هتش دروك يدني حيك الدمار هتش اخ اه. كول ياكل صاحبي كول الخير وعطاه ربي كول ما تحشمش. والله يا عمار يا الكسره هذه دارتها مرتك العانس ما كان زيها موش كيما الدبه انت ما تعرف دير والو. هنيه
كيما قلتي ليش اي بنتك اللي زوجتيها للسبخة واش راهي؟ راهي الحمد لله ما عايده. الحمد لله عقب على سال كيف تاع بنتها العقوبه ما عايده حتى هي نزوجوها. شوف بصح وشكون هذا ومن هو؟ انا نقوله القبيلي السعيد هو اللي يوديها. يا واش تشركوا في فمكم الداخل راني نسمع. اي بنت طلياني والله انا قرت لك رقبتك. يا سمعتنا يا سمحي لي يا ما عيده والله غير كنا نضحكوا. نسامحك تضحكي في الريحه والجلاز يطلع عليك. اي قلت لكم زيها زي المرتقوشه تاعي هذا الطفله هذا. عيدي بالله عيدي بالله ربي بقي ستر فاطمه بنتي على دارك ولادك. والله يا عيسى زلنا راسنا في فرنسا. الله يسترك ما عيده الله يستر. على صحه ما عيده انا حكي لي سبتي قال لك الله ما دهشوا فيه داروا له تصويره كبيره وعلقوها عندهم والجورنان هذاك قال لك يحكي عليه غير هو. يا معلوم انت يحكي غير عليه انت وش بيك يعني يا جابوا لي خبره يا وقال لك وصل لي ثمن البطحه تاعهم هذيك وجاب لهم هذيك الغنايه اللي قوي منكر فيها هذيك ثور قيت لما ستاديو سيت سي فرنسا شنين نواجبش ثمر ثنان ماتا ومن بعد قال لهم تشنين دي مغبان يثمر ثم وذان ايه مكرا وقال لهم ولا يني أفاطيمة بنيتي أنا جاية جايبة العقبة في صدري وجاية باغية نقعد معاه يحكي لي واش صرا لي حتى بناقص الداوي نقفوه. ايه واش تحبي والله بناته غير ما شبعوا منه يهول كل باغيين يقعدوا معايا. كرا عمتي المرا وغلان وذي تلقمي القهوة. ايك شايفين انتي ما تقدريش تلقميها على تحيري عمتك راهي قاعدة الشيخ. نخاف نغلط ما نفلقم البريق هذاك الصغير تاعنا. نوضي هنا يا لقميها نوضي هاني ناي شافي خاتي. هاي المعزل حرقاسة واحدة اخرى صحة ما عيد ولا غير عندها الحق وانت عارفه هي اللي برم الكبار ما تقدرش. يا ما تخافيش ما تطولش وتتعلم تلقم البروم الكبار هذيك الساعة فاطمة يا يقولي لها زوج دربيها. ما عايزة نسناها حتى تقدر الملمات والعراسة يا وبنتي قريبا نزوجها. شوف 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 راح تزوجيها وما قلتي ليش صحيتي. واش تسننتي ثاني على الشيطان طفلي شرفت بغيتها تبور ولا صحة يا فاطمة ما لا جاوك الخطابة راكي مخبية عليا صحيتي. راهم يحوموا. يا سيدي معليش بربح ان شاء الله عمر الدار. يا الله يا ربي ان شاء الله بربح. قولي لي برك منهم من جهتك انت رشا. يا شومي واش بك راح تزر في الطفله للغربه يتي شوم عليك ما يندب عليك لها عين كرشه غربه والله غير هنا وثاني عندنا فيها نسد من قبل انت واش بك منهم ضرب القاسم اللي مدين عمتي واش مازال غير بويها ما وقفش على راي. والله يا ما عايده غير خطابه عجبوني. يا انت يا صاحبك كله وبين يدينا الطفله هي ربعيه شاتيه توا يعني ما عيده هي لا ما تشتيش يا الطفل شدو زيني هبل وكان انا ما نقولش لا لا يا خوتي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لما خرجت الطفله هذه مفصله لمها انا نقولي الله زليخه تي واش دزيتي للزاويه واش داروا هاد لي ديوات الزينين واش نقول لك يا ام عيده يا اخي تعرفيني المطبقات المطبقات هيا نسيتي انت الديوات هذا ما فهميني باك لي ديوات هادو كيفاش خدموا الرفيس هذاك صح قولي يا ام عيده كيفاش درتي لك الرفيس يسخف يسخف. يا والله انا واش نقول لكم يا بناتي انا حطيت من روحي ما زلت صغيره نايضه ننصب في الشكوى بعد ما حطيت الحليب هذا كراب وضم هفت في راسي قلت ندير شويه نكعبر شويه رفيس العيسى السعال قلت روحي ما نقدرش. وانت ذوك راح تقدري على الشكوى الرفيسه هي يقول يما عيده على والله ذقناه غير يسخف ذقتوها كعبوره برك كعبيره برك ما عيده كعبيره من وحده من وتخلصوا القصعه يا اخي درنا على الرجاله ما تذهبيش لهضره قولي لنا كيفاش خدمتيه. هي رفيسك ما يتعودش يما عيده صح قولي لنا برك كيفاش درتيه عليها معيده يقولي بركه معيده وراسك وراسك يا نقول لكم بالصحه او ما تقولوش عدوا يضحكوا عليا انا حاطه روحي ما زلت صغيره وقادره انا مخضمن ومكعبر الرفيس من
بصح المرة هذه يوك عبر معايا الشياد والقبيلي السعيد. ما عيدا شياد السعيد القبيلي دار الفيس سليخة قبيلي عادي كعبر الرفيق ما كعبرش ايوا الشياد اللي كعبر القبيلي مسكين حطيته ورشك ومخذلي البينة ولم الزبيدة هذا ما كان ما عيدها القبيلي لا والسهزة وحتى تشبعوا يا يا نالي غاطي نايذا نقص لكم في قصتي بخصوا بيابر ما تقولوا شما عيدها خلاص ها بصح ما عيد اللي نشوف الشيكات يمخطوا والاخر يمخط والاخر يكعبر الله يعطيك الصحة كي خدمتيهم وياخذوا الكراية يا تسكتوا ولا ما تسكتوش يا ليلي